أقليات تسمية أطلقت سياسيا وليس اجتماعيا، فهي مرفوضة من قبل العراقيين لما تحمله من وصف لا يليق بديانة هي الأقدم في العالم. فعلى إثر ذلك أقامت كلية الإعلام في جامعة بغداد ندوة حضرها العديد من الأكاديميين من مختلف محافظات العراق لإلغاء التمييز ضد الأقليات. حاول تسليط الضوء على التجارب الإنسانية اللي تهدف إلى إلغاء مفهوم الأقلية، الاعتراف بالآخر، التسامح والتعايش وكل ما له علاقة بهذا الموضوع. هذه صور نمطية تأتي في المناسبات فقط، وحتى يعني الأعياد أيضا مجرد يعني نشوف الفضائيات تنقل من الكنائس أعياد المسيح فقط في أيام أعياد الميلاد، وباقي أيام السنة لا وجود لا لثقافة هذا المكون ولا ل يعني إرث الاجتماع. في بلد متعدد الأديان والطوائف تهمش فئة على حساب أخرى، مطالبات بإدخال الديانات في المناهج التربوية من أجل خلق روح التعايش السلمي والتعريف بالآخر، خصوصا بعدما تعرضوا له على يد العصابات الإرهابية. نناقش قضية مهمة، هل بالإمكان أن نضع مفردات تدرس عن تاريخ المسيحيين، تعرف بدينهم، الأزيديين، البهائيين، كل هذه المسميات. أردنا أن نلقي حجر في البركة الراكدة بشأن ما يتعلق بهذه المجاميع المتكون منها المجتمع العراقي، وبالتالي ضرورة تغيير المناهج التي تخص كل فروع المجتمع العراقي بحيث تتعلق بكل المتبنيات الاجتماعية التي تعطي وتمنح الحقوق للجميع على مسافة واحدة. إنما يدعو إليه الحاضرون هو نقطة في بحر مما هو على أرض الواقع، فهل ستحقق الخطة الموضوعة المتأمل بها أم سينتهي بها المطاف كسابقاتها؟ من بغداد، عزيز نداء الرشيد.